أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من داون اوف مان، اللعبة العجيبة هاي. حصلت لي هني دب شيبة مرة شيبة، الحين بشتري، ابا جلود، ابا اسوي ثياب حق الناس، لان استوى عندي 17 واحد وما عندي فعليا ثياب للكل. نايس، حلو يوم يتجمعون عليه، لكن مش حلو يوم يستوون اذكياء ويقررون ان في لحظة اوكي لا نحن طف ما نبغى شيء. يعني لماذا يبالهم دق كولكت بيرس؟ اوكي، صار عندنا الامكانية ان نحن نسوي كولكت الحين، لان صار عندي اللي هي يسمونها هاي، ما اعرف اسمها، اللي هي هاي هارفستر، سنكرز، هذا هو اللي تسمونه يعني. هلا نشل الفواكه اللي موجودة ونسير نزيل. الحين بما أن استوى أذكياء شوي قاموا يتجمعون على الدببة، محتاجين شوية جلود اليوم في هذه الحلقة. الآن نحتاج إلى بعض من الجلود لكي أن نستطيع أن 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 أن, 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 أن نلبسهم ثيابا. وما في حيوانات، ما في إلا أسود. أسود أنا خايف منها الصراحة. وفي شيء ثاني لاحظت، انا ما اقدر، حلوه سالفه الترانسبورت هاي، ترى انا المشكله الحين استوى عندي فل البيوت، اوكي لا 24 ويمكن ما يكون عندي كميه اكل كافيه حقهم، هاي مشكله ثانيه ترى. احنا هني نقدر نسوي مفروض انه خبز، بس يمكن احتاج شوي ناس اكثر على اساس اني ابدا انتاجيه اكثر. ومشكلة الناس اكثر يبالهم اكل اكثر واكل اكثر، وانا منشف الموارد بالطريقه هاي. يعني لو تشوفون البحر اوكي يرجع مره ثانيه ولا كيف؟ يوم يخلص يرجع مد اماونت. في طين تستوي عندي، زين كيف اقدر اشل طين؟ اكستراكت مد، ثاتشنج يباله. يعني الحين يوم بجيب الثاتشنج، انا فهمت الثاتشنج هو القش. يوم انا بجيب قش اساس اني اسوي ابجريد حق البيوت مالهم هاي، شو راح يستوي؟ بير اتاك وين؟ لحظه ذبحوه. اوكي هذا قديم. انزين وي هاف نو فلنت. انزين بخبركم الحين، الثاتشنج هو القش اللي نحن نجمعه. اوكي حلو، اذا جمعنا القش ليش ما اقدر اشوف كميه الفلنت اللي هني ولا اي شيء عنه؟ بنحتاج نسوي بيوت. كيف نسوي البيوت هاي؟ البيوت هاي راح تستوي احيد كان في هني بعد فلنت، في فلنت هني وفي فلنت هني. لحظه اذا اسوي اريا على هذا المكان حق فلنت يشله، هي يشله نايس. ما في غير فلنت هني مره واحده، لا هاي اللي هني، خلنا نشلهم على موت انفينيتي. اوكي بنحط هني اكثر من واحد، بس واحد كفايه. نزيل القش يحتاج على اساس اساسا نحتاج طين، صح ولا لا؟ فالطين الحين نحن مو وين النيبه من المكان اللي ما في سمك حاليا، واللي هو قاعد يزيد السمك وينقص. قبل شوي لو شفتوا السمك يزيد وينقص، فاظني لو نقصنا كميه الطين في المستقبل اللي راح يستوي عندنا كالتالي، راح يزيد كميه سمك. انا هذا اللي اتصوره حاليا، ولما تصور الشخصي نحن الحين بس نبى موسم شو نفول الربيع على اساس نقدر نشله، ونحن في الصيف الحين. الصيف شوي الحراره تكون عاليه، بس اوكي اظني ما عندنا فلنت. انا عارف. انزين خلينا نسوي جاذر اريا، لان هنا في وايد حجار، هني ما في عندنا فلنت غير واحد، هذا ما يسوى. خلينا ندق عليه جاذر مانيوال وخلاص، وبنحطي الحصه تين ستون اللي هني كله، وبنحطي بعد هني ما نبى فش، ما نبى تانن، ما نبى ووتر. تانن عندنا مكان نسوي فيه تانن اللي هي الصبغه، اللي يبون الصبغه حقنا يمكن نسوي له تريد على الاقل، مو مشكله عادي يعني. ونبى نسوي هنت، فعليا هنت ما احس انه مفيده، هنت احس من سوالف لازم نسوي لها مايكرو مانجمنت، بس باقي الشغلات لا مش لازم. انزين وعندنا كولكت ريسورسز اللي هني ما شاء الله في ريسورسز طيبه، ونبى ستون اوريدي حطيناه، هذا ما عندنا الحين اللي هو ميجالوث، مدري ما اعرف شو يسوي هو بالضبط، بس باقي لنا مد نحن وأور كوبر قلنا نقدر نسوي الحين لو نبغى كنا، صح ولا لا؟ هذا الأير اللي جايه مايننج، هي هذا الأير اللي عقبها. نحن الحين باقي لنا بس نسوي القمح وهالسوالف،
بس المشكلة اللي بعدني قاعد أواجهها الصيد، السمك ما قاعد يكفي مردوده، فيمكن أحاوط اسمه كامل، يعني هذا ما أخذ هالثلاثة، يمكن أخذ هالثلاثة أطرش لي واحد هني وأطرش لي واحد أبعد بعد شوية هني، أوريدي عندنا واحد نطرش لنا واحد هاي المنطقة، ما أعرف إذا أقدر أسوي جسر بعد، بس أظني الحين ما بيكون أحسن فكرة إني أنا أسوي شو جسر. برايمال فيجن عندنا هني فلنت اللي هو في حياته ما قاعد يجمعونه، طبعا خلاص برايل الفلنت اللي حطينا هناك أوريدي، احنا حطينا عندنا هني ناس تجمع فلنت، المفروض ما يكون عندنا مشكلة بيجمعون الفلنت هذا أظني لين يخلص انفنتي محطوط، فأمور طيبة. بس الحين نبى كبر، والحلو في الكبر عندنا مناجم قريبة وايد، بس السالفة هني في قطعان مرة ما اقدر احطي مصيدة ولا شيء حقهم، بيكون وايد حلو اذا اقدر احطي مصيدة، صدقون بيكون وايد وايد عملي، انا احطي شيء يجيب لي الحيوانات هاي واصيدهم، كان يسوون هالسوالف صح ولا لا؟ ليش الحين نحن ما نقدر نسويها؟ انزين عندنا ثياب حقهم كلهم، عندنا ثياب وفي حق الانتاج عندنا غير، بس خلونا نسوي هذيلة، وها نفس الشيء معلق على الثياب، فخلونا نكنسل الثياب من اول شيء نحطيهم اخر شيء حق الانتاج اساس يبدا يسوي حقنا شو اللي هي الاسهم، هاي الاسهم شو يباله بعد يباله جلد غيره، والجلد حاليا نحن عندنا مشكله في الجلد، الا اذا قدرنا ننتقل من الارا هاي الارا هذه، وهاي ما نقدر نسوي الا ب 15 بوينت صح، 15 بوينت اساس نفتح النكست ارا، ويكون ارا الزراعه، ما اعرف الزراعة متى بتفتح، هل هي بتفتح الحين ولا لا مش متأكد صراحة، انا بحد ذاتي يعني مش متأكد، بس الاكيد ان نحن راح نستفيد من هذا كله. انزين في هذه الحالة اللي نحن لازم نسويه الحين، لازم نفضي المنطقة، ايوه هذا مضروب، تعالوا له تعالوا له تعالوا اضربوا نباه، في حد غيره قريب، هذا في هذا دونكي شكله، ايوه دونكي ايوه، ضربه واحدة كم جلد، حبة واحدة جلد. انزين اللي بعده، هيا يشرب ماي، حد قال له يشرب ماي منطقتنا، يخسي ذبحوا ان شاء الله ما يشرد، شرد والله الوسخ، مارو مصيد عياله لا بسروم، هاي الغزلان هاي صعب واحد يصيدهم، صعب لانهم يركضون بسرعة، هلا نطلع العالم كلها تصيد لحظة، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي شو القطعان اللي هني قاعد تشردها، شو اولد فيميل، تعالوا صيدوا هاي، هاي شكلها ما فيها حيل تركض اصلا، هاي وين والركض وين، اذبحوها، يعني محتاجين شوي جلد وغيره وربعه، والحين عندهم معدات انهم يشلون، فخلنا نفتح الجرين في الوقت اللي هم يجيبون لنا كم حبه جلد على اساس نسوي فيها ثياب، لان بتي عندنا شو فتره الحين فتره جفاف، لحظة فترة الجفاف، زين فترة الجفاف الحين خلينا نشوف عندنا ريزيدنس، ما بنبني لا ما ببني ريزيدنس الحين، وين ابغى ريزيدنس انا ابنيه، زين الحين هذا المفروض شو جرين بروسيسنج انلوكت اللي هو مورتر، هذا اللي الحصة تعرفون المورتر رحايا شو يسمونه وايد شغلات، خلينا نحطيها في الوسط هني، في الوسط اللي بيشتغل فيها يشتغل فيها وسط البيوت، لانها هي حق اكل يعني في نهاية اليوم حق اكل بيكون وايد زين، شو الناس ناقصن هاللحظه، خلينا نشوف مجمل الناس، يعني ندق كليك على هذا، ها ناقصنا يرقد ياس امور طيبه، هاي ناقصنا مورال شويه، لازم نشيك على الناس شو اخبارهم كل فتره، خلينا نشوف هذا يبي يرقد واضح، هذا يبي كلهم ناقصنهم رقاد، ورقاد يمكن الثياب جزء من الرقاد براحه يعني، فما انا مش عارف شو الاريح يعني، هل هم رقاد ولا ما غير رقاد ولا شو السالفه مش عارف، المهم رماح انه هاي ما اعرف في الانتاج ولا مش قيد الانتاج، ما اظن انها قيد الانتاج لان احنا عندنا مشكله ثياب اصلا، خلنا نسوي استكل زياده زين، ونبغى نجيب الجرين بس الجرين ما اقدر اجيبه الحين، هاي المشكله، زين جرين بروسيسنج ان لوكت نايس، ما اعرف اذا انا عندي قمح، عندي قمح اصلا، هي عندي اثنين حبتين قمح نايس، حبتين قمح حايل نايس، نقدر نسوي منهم بعدين شو نفتح منهم هاي، هاي شو يسوي جرين بروسيسنج، خلينا نسوي طحين اظني يمكن فولس بروسيسنج، ما اعرف هل بيسوون خبز من هذا ولا ما راح يسوون خبز،
والله اذا يسوون خبزه الحين في المرحله هاي بيكون وايد حلو. فلاور استوى عندي طحين. اكوير نولج اوكي، وان نولج اوكي مو مشكله. ليش اكويرد 100 بلس ووتر؟ انا للحين على فكره على اي اساس ان نحن قاعدين نسوي النولج هذا مش متاكد بالدنيا 100%. ترى لاين اتاك والله انك كفو، والله ان الكلاب هاي الكفو من احسن الشغلات سويتها الكلاب، وهم يدافعون عني من متى. والله ما فيهم حيله الصراحه، يعني يستاهلون. ان في اللعبه هاي الصراحه الكلب شيء مش مفيد، اللي بعد المفيد شوفوا اكويرد برد نولج 1 اوريدي قاعد نسوي خبز وهالسوالف. تعال تعال يا تريدر، انت اكيد عندك شيء. اخبار الاكل مالي، اخبار الاكل زين. نبغى شيء من عنده، نبغى جلد والله، نبغى جلد. وعندنا نحن سلاح شيء زياده نعطيه، نعطيه واحد اثنين. والله مشكله فلنت، لا اعطيه تو وود احسن لان الود عندنا وايد. زين خله يعطينا هو الحين الليذر هذا على اساس يسوي لنا شويه اسهم هاي الرماح. ما اظن بحتاج هالكميه كلها انا، لان اوريدي كم حبه عندي فوق، عندي واحد بوز. شوفوا القوس، ايه القوس يكفي بس ما احتاج اكثر. عندي بيكاكس بلنت ستيكلز، عندي هذا، عندي باقي الشغلات، عندي طحين قاعد يسوون شوي شوي من يبدا القمح. هذا معناه نحن جاهزين حق النكست بروسس. بنفتح هذا، بنفتح هذا اكيد لازم بنفتح كل شيء. بولس بروسيسنج انلوكت اوكي، هارفست وايد بولسز تو كوك ذم. اوه يطبخ، في طبخ استوى عنا في الموضوع. اوكي هذه اظني مقدره وليست شيء ابني، واللي هو شيء ممتاز. شوف الحين ان احنا نسوي شغلات جديده قاعدين نحصل مايلستونز، نحصل بوينتس بسرعه، نحصل هالسوالف، فيمكن نقدر نسوي نطور عندنا النقل مالنا، نطوره بشكل سريع بيكون وايد حلو. درجه الحراره مره بارده، واظن المفروض عندنا ليش ما عندنا خشب وكل هذا؟ شو يستهبلون؟ متروس عندي خشب، عبوا لكم خشب عم تدفوا. يعني انا مانعنكم من الدفء، مش مانعنهم من الدفء، بس هم بعض الاوقات يعني ترى تقفل وياهم، ترى تقفل وياهم خلاص. يعني اييك خلاص، لا انا الحين ابا، الحين ابا، ليش مقفل وياهم؟ ليش يعني؟ بعدنا ما دشينا بندخل بنجهز حق حرب. نحن الحين قاعد اجهزكم كل هالاسلحه حق شو؟ اكيد بيهجم علينا احد ولا هالسوالف. ترى اللعبه موجود فيها هجوم، خلينا نكنسل هالثياب من هني برايهم. محتاجين نحن سبيرز بزياده، محتاجين هذا، خلينا نسوي توبون هاربونز، خل هذا يمكن يفيد حد يقطع في شيء. انزل الحين شو في عصفين؟ انا لحقت، انا لحقت اسوي شيء. اوكي في بعض من الناس اللي عندي يقول لك ما عندهم ثياب دافيه، انا قاعد احاول اسوي لهم ثياب من زمان ولكن تعرفون شو مشروع غير ناجح الثياب. فالحين خلنا نبني شيء ثاني لهم وخلي يطوف العصفه على خير. اظني من نجم العصفه بيعطينا نقطه. عندي 23 نفر، انا 23. اخ الرعد محلاه، شفتوه توه؟ شوفوا شوفوا شوفوا، واو يا جماعه جرافكس اللعبه هذا انا عايبني الصراحه. هذا شكله شيء اولد فيميل، صيدوها. جرافكس اللعبه يعني ما طوف شيء، انا حيوان يمشي عندي. صيد اقتلوها، حرام والله انا عيوز، عيوز عيوز، حرام ما تصيدونها، والله عيب ما تصيدونها العيوز، والله عيب، بزعل والله لا زعل. ما يصيدون العيوز يعني ولا كيف؟ عيوز هاي مش قادرة تمشي هاي. والله ان انتم نولج، خلنا نفتح في سلج ميكينج نايس. اظن ها كان بيكون تحت الترانسبورتيشن صح؟ يب بيسك هيومن بول ترانسبورت، نسوي لهم واحد. هذا اظن بيشلونه بيروحون، فما يفرق وين حطيه. ترى اثنين اروم، اسوي لهم عربات في المستقبل. اوه اسكورت بريدج. انزين الحين برودكشن، مش برودكشن، ستورج هاي ستاك. الحين نبى مكان نسوي فيه الاسترو لانه قريب. شو راح يستوي الاسترو؟ راح يكون في منطقه التخزين اللي هي هني. بس شو بسوي؟ اعطي ثنتين هني،
مال استرو، يمكن نسويهن أربعة بعدين مع المستقبل، وهالشي راح خلنا نقصه. هذا ليش هذا لازم في الصيف أظني، ولا ما أعرف أي فصل، له فصل معين. إنزين، هذا معناه أنا قاعد أسوي لهم الحين أدوات إنه يقدرون يسحبون فيها الأشياء وراهم. في حد عندي توفى صح؟ نو ستورج لفت، نو ستورج حق شو؟ نو ستورج حق شو بالضبط اللي هو لفت؟ أنا هذا اللي بعرفه. أيوه هذا في مكان، هذا يمكن فل، هذا يمكن فل. أوكي هاي المالود فل، حق الخشب فل، مع أن أنا الحين مركز شوي على الخشب. ليش؟ لأنه بارليا على هاي 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 يعني مضروبة ضربة واحدة، ذبحوها وروحوا خلاص يعني. أخذوا وين الفتاك؟ لحظة هي قاعد يهتم عليه، شوفوا خلنا نلحق عليه. اي بيذبحها ما بيذبحها؟ نايس يا ستي، ما يبجرة تصدقون ما شفت، ما ركزت على شيء قبل، تصدقون ما ركزت على اللي يبون مي. شوفوا في مي ما يتحرك داخل، بس شيء عجيب تصدقون. شوفوا يوهم، يوهم ترى حلوة ترى، شوفوا التفاصيل. أبي أطالع اللعبة بس ما بيلعبها عادي. لعبة جميلة الصراحة يعني، لعبة رائعة الصراحة. إنزين استوى عندنا ثياب تقريبا حق معظم الناس، بس ما عندنا ثياب حق الكل للأسف للحين، لأن نحن أنا إنسان متوهق حاليا، وقاعد أسوي سرج، هذا سرجات هاي حق يشلون سامان أسرع، يمكن أخدمهم بزيادة ونفتك من سالفة العيلة هاي الموجودة. ما أعرف إذا هي فكرة حكيمة أني أنا أبدأ من الحين أسوي بيوت زيادة، لأن الحين اللي أنا أفكر فيه إذا بسوي بيوت بكميات بيكون متى؟ بتاع تريدر، خلينا نشوف شو عنده بخبركم. أيوة أنا بقمح عشان يسوون خبز، 7 فاليو لو تشوف قمح رخيص، وعندنا مقابلة خشب وايد يعني وايد زين. هذا ما أعرف أنا حق شو يستعملونه تبون صدق، بس أشوفهم قاعد يستعملونه يعني ما أعرف، بس بناخذه. عندنا سترو نبا، فلور نبا، شغلات الأساسية يعني حق الحياة نبا، ثياب نبا، والله ثياب نبا وجلد نبا. فمية وعشرين وايد مش شوية، نحطي 50 خشب لأن عندنا خشب وايد، نحطي لهم واحد فلنت، نحطي لهم داي، نحطي لهم نحطي لهم بعد كل شيء ثاني يحتاجه تقريبا يعني سبير بون سبير 80. انزين شو بلغي من هني؟ فلور موبا، هذا مابا قمح مش غالي اصلا، هذا بنزله 91، بحط لهم حبه سبير، حبه لا سبير واحد ابا، حط لهم كله خشب، وبشيل عنه ثياب لان انا ناقصني اصلا ثياب من الصبح، وهو ياني وانا اتريا ثياب. الحين انا ناقصني 15 بوينت بس عشان افتح اللي بعده. انزين الاكل الوضع مستدب وكل شيء زين، وما وسعنا القريه وايد لان مش محتاجين فعليا نوسعها، ورك لود از تو هاي. اوكي خلاص الحين دام قال لي الورك لود تو هاي لازم احط بيوت، خلاص انا اسف. بنسوي منطقه ثانيه للبيوت مش حولهم، بنسوي بنبدا منطقه ثانيه كامله، بس بسويها مربعه شوي سيستم القديم، وانا بحطي بيتين لأن الناس بتي تقريبا على حسب عدد البيوت. ترى بيون شوفوا هاي شلونها يستعملونها نايس، فدام انه يستعملونها على طول شلوها، خلونا نسوي 1 2 3 4. زين كم واحدهم؟ انا عندي يمكن على كلهم يشتغلون، مشكلة كلهم يشتغلون، فتعرفون شو بسوي؟ 5، وإذا حسيت إن حد ياسف يشيل السامان بيده بسوي لهم واحد، بسوي لهم 3-4 غير، وبنقدر نحل المواضيع. أشوف حيوانات مهني تمشي، أجمع عليها جرافكس يعني جميل، جرافكس ماله الصراحة واحد يقدر يشوف من بعيد شغلات. إنزين الحين اللي نبغى شغلة نفس ال جذورها شكله بيدقني دق، والله أحس إنه بندق دق من الثور هذا. أوتشورس اسمه. انزين
جايين اثنين حلو. انا يوم اشوف واحد جاي اتيني كآبة شوي، ما عندي تحكم وايد فعلي في كم واحد يجون اظني، لكن ها في واحد ثالث وراهم نايس بيذبحوني بيذبح ما ذبحه بس اوكي دام ما ذبحه امور طيبة نايس. ثلاثة هم ثلاثة اوكي، واحد واحد كان موجود هنا اظني يسوي شيء ثاني يصيد سمك بس فزعلهم كفو الصراحة ما في حيلة، راعي فزع راعيها هذا هو راعيها الصراحة ما في حيلة. انزين الحين نحن نسوي لهم هايل، بنسوي لهم بيتين وبنسوي لهم نو ستورج لفت ستورج حق شو بالضبط؟ لحظة خلنا نشوف، اظني الخشب هو اللي فل دائما صح؟ هي الخشب فل. هذا الستورج كيف وضعه؟ هذا نص هذا فل، لا ستورج فل يبالنا ستور ثاني لانه بيكون الهي ورا صح؟ فبنحط الستور هذا هني زين، وبنحط ستور الخشب ورا الخشب، وبنحط ستورج الحصى ورا الحصى اساس انه يكون شوي منسق يعني، حتى هذا فل شوفوا وهذا بعد فل كلهم فل والله. انزين هم كلهم فل بس ما ظني فتره طويله، لان احنا الحين شو راح يستوي؟ راح نفتح الايرا اللي بعدها، الايرا اللي بعدها راح يكون فيها وايد شغلات ترى، بنسوي بنشل طين بنشل ما ادري شو بنشل وايد شغلات. هاي شو وضعهم فل هاي شو معقول انهم فل؟ لا ما اتصور ان شكلهم مش فل بس يعطيني ايحاء انه فل الصراحه. ف ما بالاكل يخيس، انا محتاج الاكل كل قد ما اقدر اكل انا محتاج الصراحه، فمش محتاج اكل يخيس. فبسوي لهم منطقه هاي، هل منطقه كامل بتستوي دراينج الخط كامل لين هنا تقريبا، بس شو بسوي؟ بسوي فراغ هنا عشان يروحون ويردون يعني. بهد واحد اثنين ثلاثه ماتت ماتت من عمر طويل مسكينه، شو اقدر اسوي لها؟ ريسايكل هل عندك عليها ريسايكل؟ شو يسوي؟ انا اي شيء في موارد اباه، وصراحة طريقة وحشية شوي تكتب ريسايكل على لا مش عليها هي ريسايكل على شيء ثاني. انا دقيت ما بذبح الكلب مالي، الكلب هو حامل بيت صراحة يحمينا. سويت فتحة انهم يمرون واستوى عندي مكان اكثر من طويل حق كبير حق شو حق هذا، هذا الشيء يباله شت هذا يباله جلود، كل شيء كل شيء مهم يباله جلد تقريبا تعرفون الجلد مصيبة المصايب، مش قادر ابني شيء سبت الجلد. وكم اصيد صعب، كم بقعد اصيد صعب شوي، بس من الممكن من الممكن جدا اني اسوي او اني اتجاهل هذا حاليا زين، نتجاهله تجاهل تام اقولك انه موجود، ونروح على طول حق شو حق الجوت دومستيكيشن وندور لنا غنم على طول، ندور لنا غنم من نفتح هذا اليوم ندور لنا غنم. شكل الحلقة شوي بتطول سامحوني، لكن اللي بنسويه الحين بنحاول اني مورد ثابت حق الاكل على اساس اذا والجلد الجلد ان الجلد وايد متعب ويانا، بس ما ادري اذا بقعد احصل قوت هني ولا ما بحصل قوت، ما في غنم جماعة الخير ما في غنم ما في شيء، ذبحت كل شيء انا ما في الا وولف كابتشر، شو اسوي في كابتشر وولف ما ابغى والحل الحل 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 ابغى ادور لهم حل صراحه، لازم ادور لهم حل ثابت. ليش؟ لان مش حاله هاي، والقوت من وين يجيب؟ انا ما اعرف هل هم بيجيبون قوت، هل هم اذا حصلوه بيجيبونه، ولا هل من الممكن لان في قوت في شيب، القوت هو الغنم الشيب هو الخروف وفي البق، البق موجود مشكله لازم افتحهم واحد واحد يعني، مش مره واحده لا واحد واحد لازم اتم افتحهم، هاي المعاناه في الموضوع. مشكله بعد الدفعه الاولى شوي يبالها required for pulse domestication، دومستيكيشن اظني معناها بالتي بي استيلاء ولا غيره. انزين نو ستورج ليفت برايا 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 اوكي هذا هذا الريبت، ما عندك شيء يفتح لنا بوينت ببلاش؟ ما عندها المره ما با منك ولا شيء، توكل على الله روح الله يحفظك. نحن بروحنا نبا لحظه ليش ما اخذت من عنده جلد؟
هو يايني والجلد عنده صح، وما عنده ولا اكل معلق برا يعني، ما حد قاعد يجيب اكل، شو ما حد قاعد يجيب اكل اصلا، فالوضع شوي يبال الوضع. لا لازم some people have no warm clothing. انا اعرف، انا عارف كل اللي يقولون، انا عارف انه ترى مشكلة يكلمونك انك انت مش عارف. يعتقدون الحل ايش يا جماعة الخير؟ خبروني انتو. الحين احاول احصل طريقة فيها جلود حتى لو بعيدة شوي، شكله ما في الا اني اطرشهم مسافات. الهورس ما بيقدرون يصيدون، الهورس وايد سريع، بس هني كان في حيوانات وايد يعني، مشكلة في اسود وايد بعد. هذا الشيبة ابا واحد شيبة الا ادلت، بتشوف بحاول ان اخليهم يلحقون مجموعة حيوانات، واذا قدروا يجيبون شيء والله عافية عليهم، مع اني ما اتصور ان يقدرون يجيبون، صعب صراحة، صعب شوية الا اذا تجمعوا بضربات قوية. عندي شو اسمه البوز، عندي الاقواس زين يعني، المفروض انه يكون في مجال. شوفوا وايدي كلهم جايين، ها جايبين مع الكلب جايين ولا يو جايبين الكلب ابو الولف، سوي له كابتشر. اذا يابون لكم من جلد زين بيكون وايد، بس هذا بيشرد اظن على الاغلب، هذا بيذبحه نايس. لو انه بعيد، اوه هني في حيوانات وايد، بس خطير شوي المكان ترى، انا شويه قاعد اغامر ترى في الحركات. بس ليش ما ياب العربات؟ تصح ما عندنا عربات اصلا، ما عندنا عربات، ما عندنا، لو عندنا عربات كان وضعنا افضل. انا الصبح اصلا ندور عربات. انزين في عندنا اكل، شو وضع الاكل؟ الاكل عندنا نص نص والله، لا مش نص نص، عندنا الاكل مجفف اوريدي جاهز. ها روك يورد ميت 11، ليش ما يعلقونه؟ اه في الشتاء شكله ما يعلقونه، يوم يجي الصيف يعلقون اللحم صح. ايوه شوف كم كلب عندي، خليتهم يبون ذيب بعد، اظني اكثرهم شردوا على فكره، لكن ما عليه مو مشكله، ما عندي مشكله. هذا ليش زعلان؟ لحظه اول شيء هاي ابي يتعبد، تعبد كلهم اوكي، وضعهم اوكي يعني عادي. هذا معناه دراي فيش 44، السمك يجفف. ايوه تشوفوا، اظني من يخلص الشتاء يعلقونه مش قبل. ورك لود تو هاي، انا اعرف ان الورك لود تو هاي، بس انا بعد عندي مشاكل انتاجيه بروحي يعني. ف الحين بيبدون يعلقونه منو؟ كيف لايون اتاك، خل اباشر لحظه اهجموا عليه. انت بتموت؟ لا تموت، لا تموت، بروحه ما عندي عمال. نايس هو بروحه يعني والله زين، بيجيب لي كم من جلد. في عندي تلاب بعد، عندي كل شيء حق الدفاع، بس للحين بشر ما هجموا علي ترى، الحين بشر كبشر ما هجموا علي. زين متى بيعلقون الجلد على اساس انه ينشف؟ ايوه شوفوا الحين قاعد يعلقون الجلد نايس، لان عندي ياس يستعملها. شوفوا يعلق اللحم، يشيل فيها سامان، يعلق ويروح يهدى مكانها وايد اوكي. في حيوانات شو والله، انا ما حد بيخلي الحيوانات هاي تنقرض غيري، ما حد بيخلي الحيوانات هاي تنقرض غيري انا. اوكي زين يستعملونها والله حق كل شيء، شوفوا عندي وحده ويستعملونها في كل شيء الصراحه، بس ما ظن الجلد اللي عندي يكفي، لان انا عندي اصلا طابور من الشغلات اللي ابا ينتجها حقي، والطابور هذا مش صغير، طابور طويل. اقعد يطبخ اكل عندهم، تعرفون شو يبالهم؟ يبالهم نار ثانية حق هذا المنطقة بتكون في الوسط، من الحين بحطيها على أساس على الأقل يجون، بنحطين لهم الرحاية بعد ما القمح في الوسط زين، وبنحطين لهم تانر ثاني، ما نبي تانر حاليا. لحظة تانر لا يكون قاعد يسوي باستمرار، لا ما قاعد يسوي باستمرار الحمد لله، قاعد يسوي باستمرار كنت بتوهق. تريدر تريدر تريدر، عندك جلد؟ أبا قمح أو بجلد، بس ما أبغى شيء ثاني، أبغى جلد حاليا، أبغى جلود. أنا آسف، أنا آسف والله، معدات هاي ترى مش رخيصة أبدا.
34 اوكي بس على الاقل بيوفر لي كم من جلد بيبنون. شوف البيتين هاي اللي بنوا يمكن يبنوا لي هاي. ترى السلج هذا يمكن تحسونه مشروع غير ناجح لكن في الواقع ترى هذا يوفر عليه وايد شغل. شوف حد قاعد يهجم. شو انفكشن انفكشن؟ لا اذا وباء انا راح اتوهق. الا الوباء. زين الحين هذا معناه اذا بيشلون هذيل بيشتغلون نحن بنسوي وايد. بس تعرفون شو؟ لان عندي نقص في الجلود فما بسوي هايل ولا بسوي هاي. هاي خلي يشلون خدمه بسوي حبتين بس. لان تشوف اوريدي عندي 1 2 3 4 ما اقدر اشوف كم واحد عندي من هني. ما اقدر اشوف بس انه يسد يعني. حاليا الاكل زين الاكل زين الدفة مو بزين الثياب مو بزينه. فاذا اجيب ناس زياده يمكن يموتون بعد من الشغله هاي فما له داعي. هذا فيه ماي يشل كم قطعه؟ هذا يشل 6 قطع نايس. بينما الشخص الواحد كم يشل؟ يشل 5 لا بعد مع ذلك يشل الادوات اللي يحتاجها. شوفوا يشل معاها السكين ياخذ البك ويخترب بعد البك. فلازم نسوي لهم بكات زياده. خلنا نسوي بك السوالف هاي الامور. فلنت شو وضع عندي؟ عندي 22 فلنت. كل واحد كم فلنت يباله؟ كل واحد يباله فلنت وعادي بيسويهم كلهم. بس تعرفون شو؟ شوف الفلنت اللي هني خلص ولا الفلنت اللي هني خلص. يعني الاسود هاي الماي والا هني ها يعني ما بقول شيء ما بقول شيء. هذا اوريدي مخلص. نبى مكان فيه فلنت. فلنت كان في ورا هني مناجم فلنت اذكر. واحد شفته. هاي اثنين في نفس المكان فخلوه هني فلنت. وبخلي هني بعد فلنت. خلي يبون لفلنت زيادة عساس ان نقدر نطور المكان. انزين عساس نقدر نسوي لهم معدات بعد يعني. مش بس حق مش حقي انا هم اللي اخر شيء بيلبسون ترى. فبالتالي اللي حصل هني ان نحن بنفتح الحينة العصر الثالث على طول. لكن تكملت ما ظن بيكون هالحلقة لان طولت الحلقة على ما اتصور. انا الصراحة شوي المواضيع هني يبالها حسبة. احس اذا احسبها غلط خاصة في الاكل وهاي الامور هذا الشيء بموت. انزين اذا احسبها شوي غلط عندنا ياهال شيء. نحن هي عندنا 5 ياهال ما منهم فايدة. ممكن تكبرون عسى تشتغلون. شو فايدة من الياهال؟ لحظة خلنا نشوف يسوي شيء هذا الحين الياهال يسوي شيء. يسوي خبروني خبروني بس شو الفايدة منه؟ سار البيت سار المخزن يصير يتعبث في السامان. يسوي شيء مفيد؟ هاي اكيد بيشل بياكل بس هاي شغل ياهال. لا يوزع اكل شكله تصدقون؟ يعني شكله يسوي شغلات خفيفة. شرب ماي ياكل ما منه فايدة. كما توقعت ما منه اي فايدة. انزين الحين كيف ليون اتاك وينه؟ قلكم يا حبيبي ذبحوا الخايس. اوف ذبح واحد عن الله عن ما بقول شيء ما بقول شيء ما بتكلم. انا ناقص شوي وباء شوي ما ادري شو بعدين اذا الكلاب. انت شو الفايده منكم؟ سؤال شو الفايده منكم اذا ما تصيرون تدافعون عنهم؟ سيروا دافعوا بس قاعدين هنا عند اللحم يطالعون لحم ينشف. زعلت من الكلاب الحين الصراحه. كيورد ميت كيورد فيش تقريبا كله كيورد. منطقه التنشيف عندنا مش كفايه دبل كفايه دبل. تعرفون دبل كفايه؟ دبل كفايه ما نحتاج اكثر. بس الحين عندنا المشكله الشغل اكثر من يعني احتمال الناس تقريبا. شوفوا حتى هالاثنين ما قاعد يستعملونهم لان عندهم شوف كم حبه عندهم 1 2 3 4 5. بس زين هو زين ومش زين. زين انه وفر علينا شغل على وايد ناس. اللي مش زين احس اني خسرت 4 جلد على حبتين من هايل. والجلد والله يعور البطن الصراحه. يعني الجلد من يعور البطن يعني
إذا مش محصلين منه تعرفون، إذا حصلنا هني عندنا هذا الولي رينو هذا، لا هذا بين طحنا لين نقول آمين بالعن خيرنا هذا، لا شكرا ما نبى، لا شكرا. الحين اللي محتاجين some of your people have no warm clothes. أنا أعرف إنه ما عندهم ثياب، أنت جاي تقول لي أنا إنه ما عندهم ثياب، أنا فاهم تماما إنه ما عندهم ثياب. زين أنت تعال سو هذا سو هذا سو هذا سو هذا سو هذا سو هذا سو هذا. اثنين هني لا مو بخسر لذر على هذا، إذا استوى عندك مكان سوي لي من هاي اللي يستهلكون الشغلات، معظمها ترى استهلاكية، فالشغلات الاستهلاكية تكون معاناة شوي، خاصة إذا كان شيء مش محصل من نوايد. هذا مات عن عمر كبير مسكين. ريسورس ديكيد تو برد، اثنين خبز شكله ما حد ياكله. مشكلة عندي سكن حق 30 واحد، 30 واحد مش قاعدين يجون. خلنا نحط لحظة نسوي لنا التصميم من الحين اللي هو برودكشن الرحاية هاي، لا هذا تانري سوري برودكشن هذا حق القمح، خلنا نحطيه هنا. اوكي تريدر هاز اريفت، خلنا نكلم التريدر تشوف شو عنده سامون. والله عنده سبيرز هالمرة، نبى جلد بس وقمح ما بى شيء ثاني. شو بعطيك؟ بعطيك واحد هذا، اعطيك 10 سمك لان اشوف السمك ما ينزل. اوكي فعطنا نحن اللي نبى وتوكل على الله، الله يحفظك. انزين هذا معناه نحن فتحنا العصر الثالث في هاي الحلقة بعد معانا، وما أظن زاد لنا شيء جديد. هي ما زاد لنا شيء جديد فعليا، لأن أظن أي شيء جديد ثاني لازم نفتحه عقب. يبغى له 7 نولج. أول شيء بسويه جود دومستيكيشن طبعا مثل ما قلت لكم، نبغى لا تاتشنج، تاتشنج ولا جود دومستيكيشن، المهم فارمنج، فارمنج تميت فود الاخر. اوكي من عارفين الشغل. المهم نشوفكم في حلقه قادمه على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.